والله يا أخي هذا يعني التحدي على الخير، هذا متنافس على الخير. الله سبحانه وتعالى يقول فاستبقوا الخيرات، دائما أعمال الخير سبحان الله يعني هي أمر رباني، الرب هو الذي أمر به، قال فاستبقوا الخيرات. الله أكبر. نعم، يا أيها الناس اعبدوا رب، يا أيها الناس اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. الله أكبر. كيف؟ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يعني أيضا أمر من الله سبحانه وتعالى وافعلوا الخير. لذلك أنا أقول يعني مثل هالوقف هذا يجتمع فيها الأشياء اللي أنت ذكرتها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، عرفت كيف؟ لأنها مجرورة، إلا من ثلاثة، قال صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. تخيل الآن هالمئة ريال راحت الوقف الروضة هذا، بالذات هذا مثل هذه الأوقاف، ايش اللي اجتمع فيه؟ اول شيء صدقه جاريه، هذه واضح. يا سلام، صح ولا لا؟ صحيح، صدقه جاريه هذه واضح، انه صدقه جاريه بعد الممات يستمر العمل هذا، وعلم ينتفع به دعاة الى الله. الله اكبر. ينشرون العلم. صح ولا لا؟ الله اكبر. انت سبحان الله في هذا هذا الصدقه وهذا الوقف يجتمع فيه ثلاث اشياء. الله اكبر. علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. طيب ما وين الولد؟ يأتي من هو سبحان الله بمكانة الولد يدعو لمن تبرع، الله يجزاه خير هل يتبرع بهالوقف. الله يوفقه، الله يوفقهم اللي يعملون، الله يوفقهم اللي شو. كل ما رأيت مكتب الروضة سبحان الله من المكاتب المميزة الحقيقة، دائما شوف في المسجد حاطين بنر، عرفت كيف؟ يعني هذا شو اسمه يسمونها هذه البنرات الدعوية، ومثلا تلقى مثلا احيانا كتيبات نشرات مكتب الروضه. مذيل مكتب الروضه. ما تملك الا تقول الله يوفقهم، الله يسعدهم، الله يعني يخلف عليهم في اموالهم واولادهم وجهدهم خيرا مما انفقوه وبذلوه. فلذلك يعني ما في شك الحقيقه، انا اقول يعني فرصه الحقيقه. الانسان يقول لاحد الحكماء قال شوف اي وقف تشوفه حط فيه لو 10 ريال حط سهم، كم أقل سهم هنا؟ الله 100 ريال أقل سهم. أي حط سهم، ضع سهم. الآن شوف مثلا احنا عمرنا كم شيخ وليد؟ عمر الأمة كم؟ من 60 للسبعين. إلى السبعين. شوف أغنى أغنياء العالم كم يملك؟ مليارات. مليارات يعني، صح ولا لا؟ مليارات المليارات. صحيح. هذا جمعها في كم؟ في 1000 سنة ولا في 30 سنة 20 سنة؟ صحيح. صح ولا لا؟ الله أكبر. هذا الغني في الدنيا جمع هذه المليارات في هذه الفترة. أنا لما استثمر مالي مع الرب الغني سبحانه وتعالى ويربيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يربي أحدكم فلوة حتى يصبح كالجبل، الله أعطيها الغني تجلس عنده ملايين السنين. الله إيش رأيك؟ الله الله الله، وكأنك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولله المثل الأعلى. الله أكبر. ما في شك أنك ستكون مليارات الحسنات. الله أكبر. لاحظ، وأنا دائما أقول في هذا الشيء إخوان، لاحظ أنت في الآن في عمرك، عرفت كيف؟ تعمل سيئات وتعمل حسنات. صحيح. ما حد سالم، كلنا ذاك الخطاء. صحيح. كلنا نخطئ. نعم. وقد نعمل سيئات وحسنة مع سيئة، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم يغفر لعباده. الله أكبر. لكن بعد الممات ما في سيئات، حسنات نقية. الله أكبر. لاحظت شيء؟ الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع أبو ذر رضي الله عنه قال أتدري من المقلون يوم القيامة؟ قال من يا رسول الله؟ قال المكثرون في الدنيا، اللي عنده كل شيء في الدنيا إلا من قال بماله هكذا وهكذا. الله وتذكرتك وأنت تتكلم على الوقف، كل ما مرت بوقف